برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، افتتحت اليوم النسخة الثالثة من أولمبياد البحرين للصغار والذي تنظمه اللجنة الأولمبية البحرينية لغاية الرابع من الشهر ذاته على صالتي الاتحاد البحريني للكرة الطاولة والاتحاد البحريني لذوي الهمم صلاة عيسى بن راشد بمدينة عيسى الرياضية. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته الكبيرة بتنظيم النسخة الثالثة لأولمبياد البحرين للصغار بمشاركة واسعة من الحضانات والروضات التابعة لوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أهمية هذا الحدث الرياضي والاجتماعي والتربوي في غرس ثقافة الرياضة لدى الأطفال في سن مبكرة وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الحركية من خلال سلسلة من المسابقات الترفيهية والرياضية التي تنمي الفكرة والعقل والجسد. وأضاف تحرص اللجنة الأولمبية البحرينية على تعزيز دورها في المجتمع من خلال التشجيع على ممارسة الرياضة وغرس الثقافة الأولمبية لدى كافة شرائح المجتمع ومن بينهم الأطفال لتكوين جيل واعد متسلح بالثقافة الرياضية والأولمبية، وبالإضافة إلى كل ذلك اكتشاف المهارات الحركية والمواهب الرياضية من كلا الجنسين وتحفيز أولياء الأمور على الدفع بأبنائهم لممارسة الرياضة لما لها من انعكاسات إيجابية. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بتنظيم الحدث والجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي للجنة الأولمبية ووزارة التربية والتعليم والشركات الراعية وكافة الجهات ذات العلاقة، متمنيا لجميع المشاركين التوفيق والنجاح. هذا وقد بدأ الاحتفال بعزف السلام الملكي ثم سلسلة من العروض التي قدمتها روضة المستكشف، أكاديمية الإمبراطور للتايكواندو، مدرسة عبد الرحمن كانو، ثم انطلاق مسابقة حبي الأطفال الرضع 12 شهرا ومسابقة مشايات الأطفال أقل من 15 شهرا، تبعه دخول طابور العرض لممثلي الحضانات والروضات المشاركة. وعقب ذلك ألقى الأمين العام السيد فارس الكوهجي كلمة رحب فيها بالحضور، وشكر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على رعايته الكريمة للحدث، مؤكدا أن اللجنة الأولمبية البحرينية حرصت على تنظيم هذا الحدث للأطفال لغرس ثقافة الرياضة لديهم وزرع القيم الأولمبية في عقولهم واكتشاف قدراتهم ومواهبهم وتشجيع أولياء الأمور على تحفيز أطفالهم لممارسة النشاط الرياضي. بعد ذلك تم رفع علم الدورة وإعلان سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة افتتاح أولمبياد البحرين للصغار رسميا مع دخول طفل وطفلة بالشعلة الأولمبية إذانا بانطلاق الحدث الذي سيقام على مدار الأيام الثلاثة القادمة. كما قام سموه بتكريم الشركات الراعية ثم التقاط صورة تذكارية مع اللجنة المنظمة للفعالية.
متواجد اليوم في النسخة الثالثة. الحمد لله مثل ما شفنا اليوم أكثر من 600 طفل مشارك، الحمد لله بعد حضور سمو الشيخ خالد، يعني عطى الحجم زخم كبير ودعم كبير. والصراحة يعني الواحد يشوف اليوم المشاركين يفتخر الصراحة، فبالعكس إن شاء الله نشوفهم نجوم في الرياضة في المستقبل. وإحنا كلجنة أولمبية بالعكس إحنا أي إمكانية نقدر نسويه نسخر حق الأطفال وحق الجيل الجاي إن شاء الله كل خير. فبالعكس نتمنى التوفيق والنجاح حق الكل، وبالعكس الشكر موصول حتى حق أهالي الأطفال اللي صراحة يعني كان لهم دور كبير، وإن شاء الله نشوفهم مثل ما قلت يعني نجوم في المستقبل إن شاء الله. المشاركة من سن 3 سنين لخمس سنين، فيعني العمر صغير لكنه بالعكس يعني إن شاء الله يحبون الرياضة ويحبون يشاركون في الرياضة، يشجعون عقب إخوانهم وخواتهم يشاركون، فالحمد لله هذا شيء مفرح، وإن شاء الله بعد مبادرات كثيرة إن شاء الله جاية في المستقبل. نشكر سمو الشيخ خالد لحضوره ورعايته لهذه الدورة. الحمد لله يعني فوق 33 حضانة سجلت، وعندنا فوق 600 مشارك. طبعا بعض الألعاب اللي عندنا لعبة ألعاب القوة، كرة القدم، كرة السلة، ولعبة رف الأثقال. يعني أشوف وايد مهم أن نشجع المجتمع من هنقول من الأطفال والصغار يمارسون رياضة. يعني أنا متفائل أن شفت يعني كثير من اللاعبين سجلوا فوق 600 مشارك. يعني في البداية ما كنا متأكدين إذا بيكون عندنا هالقد عدد، بس الحمد لله توافقنا في هذه الدورة. المشاركة طبعاً وايد حلوة، تجربة حلوة حق الأطفال إنهم يشاركون في الأولمبياد. يعني في لهم حدث وايد حلو إنهم يشاركون في الرياضة ويشوفون الأجواء التنظيم. عندهم بعد فعاليات وايد حلوة، فإن شاء الله تكون تجربة شيقة لهم. نشكر سمو الشيخ خالد آل خليفة على هالفعالية ودعمه لها. لاحظت أن أولياء الأمور مستمتعين، أن أطفالهم أساساً مستمتعين بالفعالية. اليوم استعرفت واجد عشان الكرة والباسكتبول والرياضة، كل شيء. فزت في مسابقة واستعرفت واجد، واختي عصرت هاي هدية. شكرا للشيخ خالد، وانا استانست وايد اليوم. شكرا للشيخ خالد.